لما كنت قاعد عشان اكتب السكريبت بتاع الحلقة الخمستاشر بتاعت وان مينت ما لقيتش اروع ولا اجمل من القصة دي. لو انت واحد من الناس بتقول انا ما عنديش وقت، لو انت واحد من الناس بتقول انا من كتر حاجات اللي عملتها ربنا مش هيغفر لي اصلا اي حاجة، انا ما سبتش حاجة اللي انا ما عملتها، فانصحك انك تتفرج على الفيديو ده عشان الفيديو ده ليك اصلا. يلا بينا. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد بين الصحابة في يوم من الايام، ودخل عليهم راجل كبير وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل الكبير ده جاي للرسول وهو ما سابش ذنب الا لما عمله في طول السنين اللي هو كان عايشها دي كلها لحد ما كبر، ما فيش ذنب عدى عليه الا لما عمله، تقريبا خلص الذنوب كلها اصلا على الارض. الراجل الكبير بعد ما قال للرسول صلى الله عليه وسلم اللي عمله كله من الذنوب، الراجل بيقول له فهل لذلك من توبه؟ يعني ينفع ربنا يغفر لي بعد اللي انا عملته ده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيبص له كده، وهو الراجل اصلا من كتر الكسوف نازل كده راسه لحد ما وصل كده دقنه لحد يعني بطنه هنا من كتر الكسوف. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان ربنا قال في القرآن ورحمتي وسعت كل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم يبص للراجل العجوز يقول له أسلمت؟ فالراجل العجوز يقول له نعم يا رسول الله أسلمت، نعم يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبص له يقول له يغفر الله لك. الراجل العجوز مش مصدق، فيبص للرسول يقول له وغدراتي وفجراتي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له وغدراتك وفجراتك. فالراجل العجوز بعد ما سمع كده فقايم قدام الرسول عمال يقول الله اكبر الله اكبر. فالرسول ساعتها قال نسمع تكبيراته حتى غاب عنا، يعني قعد يقول الله اكبر لحد ما مشي خالص. ولسه بتقول مفيش وقت، لسه بتقول انا عملت معاصي ربنا مش هيدخلني الجنه بيها، لسه بتقول انا ما صليتش الظهر والفجر فانا مش هصلي العصر عشان ربنا مش هيتقبلها مني. حطها في دماغك على طول، ورحمتي وسعت كل شيء، يعني مهما عملت وانت لسه عايز تتوب ربنا هيغفر لك كل حاجه. ودي تبقى الحلقة الأخيرة والخمستاشر من برنامج وان مينت. لو عجبتك اعمل شير ولايك وما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو مش عجبتك ما تعملش أي حاجة من دي. يلا دوس يا كوتش، السلام عليكم.